سلام الله عليكم مشاهدي الكرام، مجددا إلى المغرب، حيث انتقد ناشطون مغاربة ترشيح بعض البرلمانيين لأبنائهم وأقاربهم في القوائم الوطنية للانتخابات التشريعية عوض إتاحة الفرصة لأعضاء آخرين. وتداول المنتقدون صورا لنواب جدد يدخلون مبنى البرلمان بصحبة أبنائهم الذين أصبحوا برلمانيين بدورهم لحضور افتتاح السنة التشريعية. ويلزم النظام الانتخابي في المغرب الأحزاب السياسية بتخصيص حصة من مقاعدها للنساء والشباب، لكن قادة بعض الأحزاب وضعوا أبنائهم وأقاربهم على رأس تلك القوائم. وأثارت صور العائلات البرلمانية غضبا على ما اعتبروه تقديما، غضبا طبعا للمواطنين وللمتابعين على ما اعتبروه تقديما للقرابة على مصلحة الوطن. نبيل عبد اللاوي يرصد لنا أهم ردود الفعل حول الموضوع في التقرير التالي. من الملاحظات التي أثيرت في مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الجرائد عقب ظهور نتائج اقتراع 7 أكتوبر التحول الذي عرفه البرلمان المغربي والتمثيلية داخل قبته، حيث تحول إلى مجلس للعائلة والقرابات بوصف الكثيرين. وشاركت في هذه القصة جل الأحزاب السياسية، فنجد الأب وابنه أو ابنته أو زوجته أو أخ أو عم وغيره. وهذا يؤكد أن هذا المجلس لم تبق له أي هبة أو مسؤولية، يعبر متابعون. هذه الظاهرة واحدة من معضلات السياسة والسياسيين في مغرب اليوم، ومدخل للوقوف على أحد كوابح المشاركة السياسية التي تحول دون انخراط طوعي للأغلبية من المواطنين في العمل السياسي، ما دامت الحكومة والبرلمان والمناصب السامية حكرا على سلالة واحدة تحولت معها المؤسسات إلى فيرمة عائلية يمثل فيها الأب والأم والأخت والزوجة والابن والصهر، أما أفراد الشعب العاديين فدورهم هو التزكية والتصويت على ممثل الشعب في الفيرمة البرلمانية، يعلق ناشطون. مجلس النواب لم تعد له تلك الصورة التي تجمع الخبرة والمسؤولية والوعي ومستوى ثقافي سياسي، بل نجد اليوم أشخاصاً لا تربطهم بالسياسة أي روابط، ولا تجد في سيرة حياتهم أي عمل سياسي أو مشاركة في عمل جمعوي. الرابط الوحيد قرابة حزبية وعائلية. وبقدر ما هناك تطور إيجابي في النصوص المؤطرة للعمل البرلماني المغربي، بقدر ما يشكل المغاربة صورة بئيسة عن مؤسستهم التشريعية وعن الوضع الاعتباري للنائب البرلماني في المغرب. ومن الأسباب كذلك ما يعود إلى المنشأ الاجتماعي والأسري لأغلب النواب، والذي يكشف عن معطيات ذات دلالة بليغة لعوامل منشأ العطب في الممارسة السياسية. فالنواب المتحدث عنهم لم يصلوا بالضرورة إلى قبة البرلمان عبر سيرورة سياسية ممتدة حزبية مثلا، أو عبر استحقاق يتوج سنوات من البحث الأكاديمي أو من العمل داخل المجتمع المدني أو من خلال الاحتكاك بنبض الشارع، ولكنهم وصلوا في الغالب، يقول مراقبون، إلى ذلك مسنودين بشبكات عائلية بعضها وجدت أصوله في البرلمان منذ نشأ العمل التشريعي المغربي. إذا مشاهدي الكرام، للتعليق على هذا الموضوع معي عبر الهاتف من الرباط الكاتب الصحفي السيد بشير أزناغي، وكذلك من الرباط القيادي في حزب التقدم والاشتراكية سعيد الفكاك. أستاذ بشير، أبدأ معك، يعني لماذا أثارت هذه الظاهرة، ظاهرة وجود قرابات داخل البرلمان، أثارت كل هذا الجدل وكل هذا الكلام إعلاميا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي كذلك؟ هو من جهة الظاهرة ليست بجديدة، يعني هي كانت موجودة في كل الانتخابات السابقة، وخاصة حينما بدأ الأمر يتعلق باقتراع اللائحة، حيث أن من بين التدابير الاحترازية التي كان يقوم بها بعض الفاعلين السياسيين هو الاعتماد على البنية الأسرية لكي يعزز أو لكي يضمن يعني مرشح من خلالها يعني نوعا من الأمان في العملية كلها، سواء فيما يتعلق ب يعني وضع الترشيحات وسلامتها
أو التواجد داخل المؤسسات من خلال تمثيلية يعني تعكس رأيا لأبي الأسرة أو للشخصية الأساسية داخل العائلة إلى آخره. يعني هذه تجربة تعود إلى وقت آخر وليست بجديدة. الجديد هو أن الخطاب يعني عموما يعني خطاب يسود حاليا حول تأكيد تكافؤ الفرص ودفاع عن تشبيب وعن تجديد النخب إلى آخره. وفي هذا يعني الخضم يأتي على كل حال الاستمرار في والتمادي في هذه التجربة الأسرية والعائلية داخل البرلمان. نعم. وهذا هو الجانب الذي يتم الإشارة إليه من طرف المراقبين الآن. طيب سيد بشير خليك معي سأعود إليك. سعيد الفكاك ورحب بك مرة أخرى. لماذا إذا كانت هذه الظاهرة قديمة يعني وفي كل دورة نجد نفس الصورة تقريبا، حتى البعض سمها ظاهرة وقديمة، لماذا تثير الآن كلاما وردود فعل إذن؟ والله أولا مساء الخير للمشاهدين والمشاهدين. أنا أود أن أقول أولا هذه اللائحة النسائية واللائحة الشبابية كانت إجراء إرادي لكي نمكن النساء من الوصول لمراكز القرار، لأنه مع الأسف في النظام الانتخابي وفي الأجواء التي يجري فيها من الصعب على المرأة أن تفوز في دائرة محلية. نعم. وهذا كان في إطار التزامات بكين وأهداف الألفية والتزامات دولية. نفس الشيء عملناه بالنسبة للشباب، يعني للتشبيب الشاب ذو 27 أو 28 من الصعب أن يفوز في دائرة، ولهذا عملنا. أنا شخصيا بكل صدق لست ضد الفكرة، يعني أن يكون الأب وابنه في البرلمان هذا ماشي عيب إذا كان الابن، لأنه عندنا عائلة في المغرب مناضلة. نعم. أنا عمري 50 سنة طبعا، ابني لم يصل إلى ذلك. إذا كان الأب مناضلا في الحزب 30 سنة وابنه في الشبيبة وأخذ ذلك المنصب عن جدارة واستحقاق، هذه حصلت مثلا مع الأستاذ محمد يازي مثلا. نعم. هذا ما فيش مشكل، لأنه مش أعطي لك ذاك المنصب لأنك أخذت عن جدارة. إذن أين المشكل سيد سعيد؟ كل العيب المشكل هو عندما يعني قيادي نافذ في الحزب يستغل نفوذه لكي يدعى قريبا له في اللائحة. هو مش مشكل الأزواج، هناك الأزواج والأبناء، وهذه في الحقيقة ظاهرة منتقدة لأنها تعبر عن ريع سياسي. نحن لم نعمل اللائحة لكي يستفيد فلان أو علان، نحن عملناها لكي يضع مناضلين من حزبه نساء وشبابا الذين هم أطر سياسية ومن الصعب أن يفوزوا عليهم محليا. هذا هو الهدف من اللائحة. الهدف من اللائحة يعني ليس هو وضع الابن أو الزوجة، وهذا في الحقيقة ينم على أن بنيتنا الحزبية لا أقول متخلفة ولكن لا زالت في حاجة إلى التطوير، وينم عن عقلية أي أضع في البرلمان ابن أختي أو ابن خالتي أو زوجتي أو ابني، وهي في الحقيقة ظاهرة منتقدة. طيب خليك معي أستاذ سعيد، سأعود إليك لمواصلة هذا النقاش. أستاذ بشير الزناغي، هل المكانة السياسية والاجتماعية دخل في الموضوع بتقديرك؟ يعني كل الآليات وكل البنيات التقليدية داخل المجتمع المغربي يعني لازالت متراكمة يعني على مستوى يعني البنيات السياسية كذلك، بمعنى أننا سنجد دائما يعني الأسرة والقبيلة وعدد من الاعتبارات الإضافية يعني الاجتماعية كذلك والتمييزات يعني حتى الإتنية أحيانا يعني ستلعب بشكل ما في بعض المناطق دورها يعني لكي يعني تعطي تعبيرا سياسيا لها في الساحة، وأن الأسرة ضمن هذه البنيات التي يعني لا زالت صامدة ولا زالت يعني هناك الإخوة وهناك. نعم. حتى نجد في المغرب مثلا برلمانيين من أحزاب مختلفة ولكنهم إخوة، وربما الإنسان لا يرد البال ولا يلقي بالا لهذا، بينما
يعني هنا استاذ بشير هنا ممكن سيد بشير هنا ممكن يكون الامر مستساغ حينما تكون من عائلات فكريه او حزبيه مختلفه قد يكون الامر مستساغا يعني هذا تنافس حزبي لكن المشكل كما اشار سيد سعيد الفكاك ان هناك قيادات حزبيه هي التي تفرض اقاربها وترشحهم بالقوه يعني وهناك انواع وحالات مختلفه مثلا يعني هناك أحزاب لا قواعد لها على الإطلاق وبالتالي تضطر للتفاعل مع الترشيحات بشكل إجرائي فقط وتحاول أن تحل المشاكل لكي تكون لها لائحة مرشحة وبالتالي تلجأ للزوجة أحيانا أو للابن لكي ينهي اللائحة المطلوبة بالنسبة للفوز بالمقعد المطلوب وهناك الحالة الأخرى هو أحزاب عتيقة ربما داخلها يعني تقاليد العائلات هي أصلا إحدى تقاليد العمل داخل هذه المؤسسات سواء كانت تقدمية أو لم تكن كذلك ولكنها يعني على كل حال أسر موجودة داخل هذا البنيان السياسي ويجب أن تحافظ عليه أو يمكن أن نعطيها مثال حزب الاستقلال مع عائلة الفاتي أو يعني حتى داخل يعني الاتحاد الاشتراكي بأنواع وأسماء أخرى من غير الأستاذ محمد اليازي إلى آخره هذه ظاهرة اجتماعية يعني لها علاقة بطبيعة مجتمعاتنا ومقاربتها للموضوع السياسي لماذا عقلية لماذا ترف لماذا هي مرفوضة في المجتمع ومن قبل أفراد الشعب أساسا خاصة الشباب منهم لأن هذا يعني هو من باب يعني ضرب مبدئي التكافؤ في الفرص فقط ولا مع هذا ربما لا يمكن أن يقال الكثير حول الموضوع لأن فقط الحال الآن هو أن من هناك من يولد بملعقة من ذهب في فمه كما يقال وآخرون يولدون بدونها واضح هذا هي الواقع واضح جدا أستاذ بشير الزناغي الكاتب الصحفي كنت معي من الرباط شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا سعيد الفكاك البعض أشار إلى أن وجود هذه القرابات والعائلات البرلمانية كما تسمى يفقد البرلمان المغربي هيبته وقيمته في عيون المواطنين يعني هل الأمر كذلك؟ والله أنا أكمل على سؤال لنفيد المشاهدين أو المستمعين أنت قلت منتقدة صحيح هي منتقدة لأنه الأصل في البرلمان في اللائحة الوطنية أو محلي هو يعني أن تأخذ المنصب بعد نضال وكفاح مثلا أعطيك مثال بكل صراحة في حزبنا حزب التقدم الاشتراكية الذي وضعناه في رأس لائحة للشباب يعني قضى في الشبيبة أكثر من 20 سنة يعني كان عندي أنا كنت كاتب عام سابق للشبيبة كان عندي تلميذ ثم طالب وتمرس في العمل السياسي وزار كل دول العالم ودفع القضايا الوطنية وحتى في الكتابة العامة للشبيبة يعني هو انتخب بالاقتراع السري بمعنى مر من الصراط المستقيم ليصل الى هذا المنصب. مسؤوله يعني السيده التي عندنا عائشه البلق في راس اللائحه النسائيه طيب. يعني هي عضوه للمكتب سيد فكاك حتى يعني نحصر الكلام في التقدم والاشتراكيه سؤالي كان حول وجود مثل هذه العائلات البرلمانيه داخل البرلمان هل يفقد هيبه هذه المؤسسه الهيبتها ما في عيون المواطنين ام لا يعني؟ لا طبعا في هذا الجانب طبعا يفقد الهيبة لأنه الناس تقول يعني كيف عمل لها هذا ليس له ماضي سياسي ليس له ماضي نيابي لم يعمل هو في ذلك المنصب فقط لأنه زوجة فلان أو أخ فلان ولكن على العموم ماشي كل أعضاء البرلمان فيهم العائلات هذو يشكلون أقلية في مناضلين اخرين في سياسيين اخرين اكثر اكيد غيعطيو الهيبه للبرلمان هذه تبقى حاله معزوله هي سلبيه لكن تبقى حاله معزوله شكرا جزيلا لك سيد سعيد فكاك القيادي في حزب التقدم والاشتراكية كنت معي من الرباط ورحب الآن من المحمدية بالأستاذ الجامعي السيد صلاح النشاط دكتور صلاح مرحبا بك ما تعليقك أنت على مثل هذه الظواهر ليست هي متكررة وليست جديدة ولكن البعض يقول الأفضل تجاوزها وعدم تكرارها حتى تبقى هذه المؤسسة التشريعية في البلد ذات هيبة وتقدير يعني
أولا شكرا لكم على الدعوة الكريمة وشكرا لضيوفك الكرام. طبعا هذه الظاهرة من ناحية السوسيولوجية تحتاج إلى كثير من الدراسة وكثير من الوقوف العلمي. طبعا سبق لضيوفك أن أشاروا إلى أن طبيعة التشكلات السياسية والأحزاب السياسية في المغرب كما تعلم وعلم السياسة عموما يصنف الأحزاب إلى صنفين تقريبا، هناك حزب جماهيري وحزب أيان أو حزب أطر، وغالبا هذه الظاهرة لا تكون في الأحزاب الطبيعة الجماهيرية ذات الخلفية الاجتماعية والشعبية الواسعة، غالبا ما لا نجد لأن معيار الترخيب ومعيار الانتقاء عادة ما يكون خاضعا لمصادر وآليات يستلمها الحزب بهيئاته وقراراته. هذه الظاهرة ظاهرة وجود ما يسمى بالعائلات داخل المؤسسة البرلمانية طبعا هي ظاهرة معزولة، الحالات التي وقفت عندها تقريبا لا تتجاوز 7 حالات أو 8 حالات تقريبا لا تشكل أقل من 2%، بالتالي هي حالات معزولة ولا تفقد المؤسسة البرلمانية هيبتها، لكن هذا يساعدنا جميعا عن طريق ما يطلع عليه بالتنخيب السياسي وإفراز النخب السياسية. وسبق لي أحد ضيوفك أن أشاروا إلى أن هناك أحزاب ما يشترى على أحزاب الأعيان أو أحزاب الأطر ضعيفة الشعبية وضعيفة الحضور الجماهيري، هذه عادة ما تلجأ إلى استكمال لوائحها عن طريق يعني أفراد أسرها، نعم، زوجات وأبناء وعمومة وخاول وهكذا، وبالتالي هي ظاهرة أعتقد. لكن الملفت للانتباه أستاذ صلاح أنه هناك رد فعل يعني قوي من خاصة من فئة الشباب وممن يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه النقطة، رد فعل غاضب على هذه النقطة وإن كانت أعداد قليلة جدا ربما 7 أو 8 أو محصورة كما ذكرت أنت، لكن تكررها في كل مناسبة وفي كل دورة برلمانية ربما أثار غضب. هل دليل غضب الشباب على تكرر مثل هذه الظواهر اللي اعتبروها البعض منهم اعتبرها تقديم المصلحة العائلية على مصلحة الوطن، هل تقرأ فيه أنت كذلك نوع من الثقافة السياسية الجديدة داخل المجتمع المغربي، نوع من الاهتمام بالمشهد السياسي، ردة الفعل دليل على الاهتمام وأن هؤلاء الشباب المتابعون يتابعون كل شيء وهم غير راضون على هذا النوع أو هذا التصرف؟ نعم، جزء كبير مما قلت أستاذ كريم حاضر، اهتمام الشباب بالشأن السياسي عموما، وهذا كان مع الربيع العربي الذي عليه بالربيع الديمقراطي في 2010-2011، بمعنى هناك وتيره متسارعه لاهتمام الشباب ومختلف النخب الاجتماعيه بالشأن العام والشأن السياسي، وهذا هذه احدى مؤشراته. نعم طبعا هناك غضب الشباب على هذه الظاهره في الشارع السياسي عموما، لكن اقول لك بان حتى في الاحزاب الجماهيريه هناك ظاهره كنا نعرفها في الاحزاب اليساريه تقريبا في الستينات والسبعينات، نعم، وهو ما كان يعرف به الزواج بين المناضلين، لأن نجد قيادي يتزوج قيادية وطبعا لما تأتي استحقاقات فيترشح الزوج باعتباره قيادي في ذلك الحزب وتترشح زوجته ليست بصفتها زوجة لهذا القياد وإنما قيادية أيضا، وبالتالي قد نجد هذه الحالات وهي حالة طبيعية. المؤسف هو أن نجد في النخب السياسية من لا علاقة له بالشأن السياسي ولا بالعمل السياسي عموما، مثلا ابناء والبنات اللي هما اللي عندهم علاقه بالسياسه، هذا هو المؤسف حقيقه، نجد اسماءهن او اسماءهم مدرجه في لوائح الانتخاب، وهذا هو الذي واضح ان الشباب يغضب له ولا يشجع مثل هذه التصرفات لانه يضيع مبدا تكافؤ الورث. نعم المؤسسه الحزبيه، نعم، وطبعا فيها استغلال النفوذ والمواقع التي يشغلها هؤلاء الذين يختارون ابناءهم وزوجاتهم. نعم شكرا جزيلا لك أستاذ صلاح النشاط الأستاذ الجامعي، كنت معي من المحمدية عبر الهاتف. مشاهدي الكرام الآن ستظهر الأرقام التي ستتواصلون معنا عبرها للحديث في هذا الموضوع المتعلق بالعائلات البرلمانية في المغرب وهذه الظاهرة، ما دلالتها؟ هل هي ردة فعل الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل هو إيجابي بمعنى الانتباه واليقظة والرقابة على كل شيء يعتبرونه متجاوزا، أم أن الأمر
يبقى منحصرا وأن كثرة الكلام حولها ليس له معنى؟ هذا هو السؤال الذي نريد منكم التفاعل معنا والإجابة عنه. إذن بعد هذا الفاصل القصير فتفضلوا بالبقاء معنا.